معايا على الهاتف كابتن منتخب مصر ونادي الزمالك الاسبق طبعا النجم الكبير كابتن هشام يكن. كابتن هشام يكن مساء الفل. والله ظهر باسم محمد يا حبيبي، اخبارك ايه يا كابتن؟ كله تمام يا اخويا. ليك تعليق على التعادل النهارده بتاع الزمالك والاداء الفني؟ بص يعني طبعا انا بقول لك يعني هو بص هو انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. اتفضل يا كابتن. ال الفريق ملوش ذنب في الموضوع او مجموعه اللعيبه، يعني اللي بيحصل لنادي الزمالك كنتيجه وكاداء وكلام من ده نتيجه عدم ترتيب اوراق تواجد اللعيبه والاحلال والتجديد. يعني دايما الاحلال والتجديد لازم يتم بيكون اللاعب المناسب اللي هيمشي او هيكون جاله عقد كويس او هيكون مثلا راح حته حلوه. ممكن نقول ان احنا مش هنقف في مستقبله اذا كان احتراف بره اوروبا او كلام من ده طبعا، لكن انت النهارده ما بتشتغلش على ازاي تطور اللاعب اللي بيجي لك وبتحطه مكان لاعب اوريدي هو بيكون عمود فقري في الفريق، فتيجي تبص تلاقي ان فرق يعني الفرق الفني كبير بين الاثنين فبيتاثر الفرقه طبعا. الاثنين ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان اللعيبه دي ما خدتش الوقت المناسب ان هي تقدر تادي، لان تعالى بس يا كابتن انا هتحفظ يا كابتن على كلمه الاحلال والتجديد. ما بقاش موجود في العالم كله، النهارده يا كابتن الكوره بقت احتراف، بمعنى اللعيب بيمشي بتجيب التاني تاني يوم يلعب. يعني بنشوف في اوروبا لعيب بيمشي، لعيب بيجي بعد نص ساعه بنلاقيه في الملعب وبيلعب عادي جدا. يا كابتن محمد اتفضل يا كابتن. انت في فرق بين يعني كان زمان ايامكم الاحلال والتجديد كانت الناس بتمشي او تعتزل بيطلع صف تاني من الناشئين او كده، كان كانش الاحتراف زي دلوقتي. ليه؟ انما انت بتشتري النهارده يا كابتن، انا اسف يعني للمقاطعه طبعا، انت بتشتري بتشتري النهارده لعيب بتدفع فلوس كتيره جدا، مفترض انك بتشتري اللعيب الجاهز اللي بيتماشى مع شخصيه نادي الزمالك. يا كابتن انا دلوقتي لما اجي النهارده اعرف، انما هتقعد تصبر لعيب ست شهور على لعيب عشان يديك ولا لا سنه؟ لا 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 لا، ما انا مش بقول لك الاحلام والتجديد على كده، يعني انا بقول لك اللي بيحصل ايه. لكن لما نيجي نبص للعيبه النهارده، لما تيجي النهارده تبص لاعب بتاخده وما لعبش في فرقته اكتر من يعني 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 اكتر من هو لعب في فرقته في درجه ثانيه او في درجه اولى ممتازه عادي، النهارده يقيم ب 20 مليون جنيه، انت عايز ان هو يديك ايه بقى بعد كده؟ يعني ما كانش، يعني انا عايز اقول ايه، ان الارقام كبيره جدا على مستوى فني ما ظهرش قبل كده. تمام. يعني يعني انت النهارده عايز تقول لي لما تيجي تتعاقد مثلا مع هشام يكن لما كان بيلعب كان بينافس قدامه فلان وفلان 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 وبتاع ده، ففي حاجه واضحه. لكن لما بتجيب لعيب صغير وتيجي تحطه في فرقه كبيره واخد 20 مليون قابلني لو اداك مجهود. تمام. خلاص هو ارتاح وبعد كده ما اتحطش تحت ضغط في نادي الزمالك لسه. او عموما عموما يا كابتن يعني انا بشكرك جدا طبعا، في اداره فنيه جديده لنادي الزمالك بنتمنى انها تكون يعني تعمل فارق في الاداء الفني المتراجع اللي احنا شفناه. خلوني بقى اطلع دلوقتي سريعا نتابع هذا الاجتماع مع بين السيد او برئاسه السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه، ثم نعود نتواصل مع حضراتكم.